بيت مثل ما حكينا انت مقل كلش بالمهرجانات وبالمنصات مثل ما سمينا بالعراق خاصه بالعراق. واحده من مشاركاتك القليله سوت ضجه وسوت انتقادات هوايه، مشاركه بمهرجان تابيني للشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد بعمان الله يرحمه، شاعر كبير طبعا لكن مختلف عليه عن آراءه السياسيه. نعم. اكيد. فمن صار هذا الموضوع التابيني اصلا؟ يعني ذكرت إشاعة أنه كانت ممولة لهذا الحفل كانت رغد صدام حسين، شنو ردك؟ لا، هذا المهرجان كان في عمان بمشاركة شعراء عرب عدة، يعني من العراق كنا فقط أنا وعباس تيتشار، كنا نقرأ آخر اثنين، يعني عباس تيتشار تحياتي له وبعدها أنا أختم. يعني كان المهرجان ما على هذا الموضوع ما إلى ذكر، يعني ولا يعني قيل عنه وهاجموه، لكن أنا شوف أنا ما أهتم بالانتماءات السياسية والعقائدية، هاي أنا ما لي علاقة بها. أنا أتعامل مع المبدع حسب نتاجه الإبداعي، غير هذا أنا ما معني، يعني هاي مو ما يخصني، يعني شنو الآراء السياسية أنا ما لي علاقة بها. يعني فمنجز إبداعي مثل منجز الراحل الكبير الأستاذ عبد الرزاق عبد الواحد رثيته وقرأت في المهرجان، وهذا مو أكثر، وأساساً أنا جداً أحبه، يعني أحب شعره، يعني تدري من المفارقات راح أضحكك فيه، المهرجان كان حضور غفير يعني وكبابياً بالمسرح، لما قرأ وقرأ وأنا قاعد بس أنا قاعد بس بالي دا الله أستاذ عبد الرزاق أمر حبشي إيه، يعني بالي كلش يعني متألم بعدني. بدأت تتقدم القراءات إلى أن وصل العباس تيشان اللي أنا وراء راح أختم، قمت انهزمت من الباب الخلفي، قلت يعني شو راح أقف على مسرح أرثي، انهزمت طلعت، كان كمل عباس صاحوني أنا طلعت حتى ما سمعت إلهي، كان لاقيني الدكتور مجيد السمراء قال لي وينك أنت يا معود صاحي واسمك الآن العري في الحفل ومنزل من المسرح فارغ. مشيت لي قدام، كان قلت له اوكي هسه مشيت لي قدام كان اشوف نصر العوام الصحفي، قال لي وين يا معود المسرح فارغ ينتظرونك الناس بالدفعات يلا. دخلت رثيت الله يرحمه استاذ عبد الرزاق الشاعر الكبير، واعتقد من حقه علينا ان نرثيه. طبعا بذكر الاراء السياسيه، منو اكثر شاعر تعجبك اراء السياسيه او اراء بالحياه عموما، نظرته للحياه تحسها تشبهك؟ الشاعر الكبير الدكتور كامل الناصري. شنو اعطيني شيء واحد تحسه حكمه هو يعترف بها انت ايضا تشاركه بنفس الموضوع؟ انه المنجز الابداعي لازم تهتم به وتتعامل به بصدق. فانا يعني هاي جدا اؤمن بها. يعني كرأي سياسي منو يعجبك؟ هو ما اعرف، ما مو هو يحاج فيه ناس بيجي، يعني أنا ما أحب لبيد. ليش عندنا الشاعر أو الفنان أراء سياسية لنفسه؟ يعني ماكو عندنا فنان عراقي رأيه السياسي واضح. تدري ليش؟ لأن إحنا بالجانب السياسي العراقي ما عندنا ثقافة الرأي والرأي الآخر. يعني عندهم أنت لو ياي لو ضدي. يا زين أوكي أنا مو ياك بس مو ضدك ليش يعني؟ بس عندك رأي بينك وبين نفسك. عندي آراء سياسية ودينية وثقافية بيني وبين نفسي كثيرة يعني. بس المطلوب من لبيد لبيد شاعر، المطلوب منه قصيده واغنيه. هاي بس عندكم بالعراق؟ اي لا تعرف يعني الفنان لا انسان لازم يشارك بالحياه السياسيه الاجتماعيه، مو اني بس اغنيه و... لا مو احنا تعرف ليش؟ تجنبا قلت لك احنا كنا عندنا راي يعني خلف الكواليس احنا نتناقش به، بس تجنبا للانتقادات يعني يعني واحد يتجنبها بالاعلام نتجنبها يعني، فاما رايه كثير حقيقه.